سيرون. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعرب عن شكوكه في أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن شخصا آخر يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الأمريكي وليست روسيا. ووعد ترامب بنشر مزيد من التفاصيل في هذا الشأن الأسبوع المقبل. دكتور مختار، هل تعتقد أن دفاع ترامب المستميت عن روسيا يورط روسيا أكثر؟ شوفي، ما تقدرش تقول هو دفاع مستميت، لكن هو شكل من اشكال توزيع الادوار اللي احنا اشرنا اليها في تحليلنا للموقف داخل العراق وداخل الساحه السوريه. التوافق ما بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا حوالين امرين: تترك العراق للولايات المتحده الامريكيه، وتترك روسيا وتترك سوريا لروسيا بدرجه كبيره. وانه بشكل او باخر واضح انه ترامب عنده ايمان بهذه القاعده بدرجه كبيره، وانه مش مساله دفاع عن روسيا، هو يدرك بان روسيا هي الند الوحيد اللي يستطيع ان يضارع الولايات المتحده الامريكيه ويؤثر على مصالحها في مناطق الصراع او في المناطق اللي لها الولايات المتحده الامريكيه فيها صراع او لها مصالح فيها. احنا تحدثنا عن اوكرانيا وكيف انتصرت روسيا، وتحدثنا عن ايران وكيف وقفت روسيا بجانبها واخذت شرعيه لبرنامجها النووي، ثم تحدثنا عن سوريا وفرض روسيا لكلمتها، هي صاحبة الكلمة الأولى أو الكلمة الأكبر داخل الساحة السورية. وبدرجة أو بأخرى انصاعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رؤياها فيما هو مرتبط بالقضية السورية، وتركت سوريا وانسحبت منها وذهبت إلى العراق. الولايات المتحدة الأمريكية راضية بهذا الوضع، لكن تناغم بينها وبين روسيا؟ لا، أنا لا أتصور ده. شكل من أشكال التوافق التام ما بينها وما بين روسيا على هذه لا، المسألة مسألة صراع ومسألة توزيع أدوار. وإذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا ضاغطة عليها والعكس، من الممكن أن احنا نشوف شكل من أشكال التوترات. وأنا أرى أن الحرب الباردة بدأت بين الدولتين منذ سنوات.